إذا دخل اليوكرانيون إلى روسيا ليس فقط أعمق في أوكرانيا، ولكن بدأ هجومهم أن يصب داخل روسيا. هنا أعتقد بأن بوتين سيستخدم هذه الأسلحة النووية التكتيكية دون أن يراجع نفسه. إذا بقيت المعركة في أوكرانيا على الصعيد الآخر، فلنأمل بأن المفاوضات سوف تحل قبل أن يشعر بوتين بالرغبة الملحة لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية. ولكن أخبرك أحمد بأن الأسلحة التكتيكية النووية في حسب الجيش الروسي ترى كأنها استخدام طبيعي، يرونها كيعني طلقات مدفعية أو صواريخ كبرى. على مدى 50 عاما الماضية أصبحنا نركز كثيرا في تفكيرنا بأنه إذا استخدم أي أحد أي سلاح نووي بأي نطاق أو أي حجم، فهذا سيتصاعد إلى استخدام سلاح نووي استراتيجي. ولكن فلنأمل بأن كلا الجانبين سوف يتوجه إلى طاولة المفاوضات قبل الوصول إلى الأسلحة النووية. لكننا شهدنا فعلا اختراقا للأراضي الروسية، ولكن ليس من القوات الأوكرانية، وإنما من فيلق حرية روسيا الذي تحصل على الأسلحة من القوات الأوكرانية باتجاه طبعا موسكو. اخترقوا بعض المناطق بالقرب من بيلغورود، وبعد ذلك انسحبوا، خطفوا بعض الأطراف الموجودة هناك. يعني ألا تعتقد هذا الفيلق ممكن أن يفتح الباب لبوتين بالتفكير بفعل شيء إذا ما تمكن في المستقبل من الاقتحام الأراضي الروسية بشكل أعمق؟ نعم، الانطباع كذلك فعلا. وأنا ما من شك لدي بأن الناتو كانوا يتحدثون اليوم إن زيلنسكي قائلين بأنك بحاجة إلى أن تضبط هذه الهجمات. صحيح بأن هذه قوة روسية داخلية، ولكن ينبغي عليك أنت أن توقف دعمهم بالأسلحة والطائرات المسيرة والقذائف، لأن الأمر الأخير الذي يرغب الناتو فيه والذي ترغب أنت فيه الرئيس زيلنسكي هو تماما ما نتحدث عنه الآن، ما تحدثنا عنه سابقا، وهو أن يعتقد بوتين بأن أرضه تهاجم، وهذا سيمنحه التبرير ليستخدم الأسلحة النووية التكتيكية. فأعتقد بأن كلا الجانبين بحاجة إلى أن ينفصل وينسحب وأن يبقي الحرب داخل أوكرانيا وليس على الأراضي الروسية. خطر التصعيد إذا توجهت الحرب إلى الأراضي الروسية سيخرج عن نطاق السيطرة.